نقل عن الإمام ابن باز رحمه الله أنه لا يوقع الطلاق في الحيض ولا يحسبها. هذا صحيح ويفتي بهذا، ولكن هذا مرجوح، هذا رأي مرجوح. والرواية التي معنا في الصحيح أنه يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، وفي رواية احتسبها، دل على أنه يقع لكن مع الإثم. نعم.